حلمك قريب منك بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ بتحلم بمنصب او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ او تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الاحوال. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال. بس لا يكون ملاك حلم وخيال سرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. فيها حزن الحال، فيها الجهود بذات تقرب الأمال. حلم وخيال سرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. ما قالوها كثير الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حواليس. الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة. الدنيا حواليس. نور المكان بوجودك يا عم صالح. نعم والله نور. آمر الدلل ما يردك إلا لسانك. أحس صرت أنت في مقام الوالد. صح، قبل لا أنسى، محتاج شركاء في البناية الجديدة اللي قاعد أبنيها الحين. والله والنعم فيك أنت يا بعد يا ولدي، بارك الله فيك، باين عليك أنت ولد أصيل. بس ما قلت لي كم الفلوس اللي بتشارك فيهم؟ هو في الحقيقة يعني 25,000 ريال. ما شاء الله. ما يهمك يا الوالد، ما يهمك، بس بغيتك بكلمتين. تفضل معي. تفضل. حاضرين ولا يهمك. تفضل. حاضرين. تفضل. أكيد باغي يتكلم بموضوع بنت عمي نادية. ما لقيت تشوف عليه من ساعة ذاك. هدوءك وجلوسك هذا خلاني أحس إنك فاهم السوق زين. وأنا من ساعة أقول ما له شوف علي. طبعاً فاهم السوق، وهذا السبب اللي خلاني أقنع عمي بهذا الشغل. لكن إيش اللي خلاك توظف أموالك بهذا الاتجاه؟ لو كل حال هذا يتكلم كما عادل. صح، ايش قال عادل؟ لانه البلد ترى مفتوح على هذه السوالف والطلب اكثر من العرض. بس اخيرا وجدتك. خذ هذا كرتي. اتصل ضروري، اريد اتكلم وياك موضوع العمل. اترخص عنك لاني بصراحه كنت جاي للرجال صاحب هذا المكتب، أريد أتكلم وياك موضوع معين، لكني حصلتك أنت وتراك أحسن منه. أفع عليك، أنا أحسن منه ونص بعد. تمام، إذا مع السلامة. تفضل يا عم صالح. تفضل تفضل تفضل. خلاص الحين تفضل يا عم صالح، والموضوع أتابع بنفسي. يوم تجيب الفلوس عندي بعطيك سك في منظمة حقك. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير وما قصر. الله يحييك يا عم صالح. كان في شخص جالس هني، وين ما اشوفه.
الشخص اللي كان جالس هني قال بأنه راح لأنه حصل حد أحسن منك. الله. إيش رأيك يا عبد الله تروح معايا أوريك الموقع؟ والله زين. يلا يلا تفضل معي. هذا عم صالح أنا ما بدي بفهم مشاريع مرة ثانية. هذا الموقع اللي خبرتك عنه يا عم صالح. ها إيش رأيك فيه؟ والله ما بعد زين. ما كنا بعيد عن مسقط. نتوانى أكثر من ساعة وإحنا نمشي في الدرب. بس هالبناية يبغى لها وقت لي ما تجهز عمي. أيوة. هاي بعد يبغى لها تشطيب بعد ما شفت طبق. شركتنا عم صالح ما مثل الشركات البسيطة هذه. كم بين شهر وبتكون الأمور جاهزة إن شاء الله. بس أنت لا تحاتي لا تحاتي بس. الله صرت يا صالح من أصحاب العمارات. خلونا نطلع من هنا خلونا نطلع. أنا عندي عمل ضروري في المكتب خلونا نطلع. زين بعدنا ما شفنا شيء. كيف كان؟ خلنا ندخل نشوف يلا. هي والله خبر زين. ها بنتي ايش رايك؟ لا ما موافقه. أنا قصدي هذا اللي اسمه عمود أنا ما أرتاح في اللغة بس بنت عمي هي رأيها الأول والأخير. ها يا بنتي إيش رأيك؟ أنا قلت رأيي من الأول بأني ما موافقة وانتهى الموضوع. كذلك أبغاش بنت عمي. بس أنتي لا تستعجلي في الرد. فكري زين يا بنتي ولا تستعجلي لأن أنا ما أريد الجواب الحين. وبعدين لا تنسي إن حمود اليوم ما مثل حمود أمس. حمود اليوم ما مثل حمود أمس؟ أنت طب عارف فلوسه يا عمتي. أنا فاهم كل شيء. أقصد يعني اشتروا الرجال ولا تشتروا فلوسه. أنت ما تسكت وأصدنك الحين على راسك ها؟ ما أنا قلت رأيي وانتهى الموضوع. انزل لحظة يا بنتي شوية صبري. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بنت عمي اثبتي على موقف ايش راي اثروا عليش. هذا المبلغ 25,000 ريال. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا عبد صالح صكك بيض ملك حقك في المستقبل. الحين كذاك الامور صارت واضحة كل شيء مرة ما يحتاج. بس يا عم صالح ايش صار بالموضوع اللي كلمتك فيه؟ تراني وايد مستعجل وانتظر ردكم. ان شاء الله بس خلي البنت تاخذ وقتها في التفكير وتصير خير. الكل كاتب الواجب؟ ايوه. واللي ما كاتب يوقف. بخصوص هذا الطفل اللي اسمه مازن اللي انتقل جديد لمدرستنا صرت منبهتنا اكثر من مره بس ما طاع. كل ما ادخل الصف اشوفه نايم وتعبان ومرهق. غريبه. وليش ما تكلمتي مع المديره؟ كلمت مع المديره قالت بتخبر رسائل اجتماعيه. خلاص ايش المشكله؟ المشكله اني حاسه انه هذا الولد ذكي بس في شيء ورا هذا التعب. ان شاء الله مرشد تقدر تسوي شيء. صحيح. داني دانا يو دانا داني دانا ويلي دانا. وعدنا ماشي. اخبار عن حمود وين صار في المشروع؟ ايش فيه؟ صار لك اسبوعين حتى ما اتصلت فيه. والله ما اعرف ايش اقول لحمود هذا بخصوص موضوع نادي. انا بصراحه خايف يربط هذا الموضوع بموضوع الشغل. بنيه عنيده ايش تريد نسوي فيها؟ أصلاً هذا اللي اسمه حمود ما يسهلها. انت راكب سكت ما بيسمع صوتك. يلا شفته؟ على الأقل روح شوف البناية شوفوا وين وصلوا فيها خلينا نطمن على رزقنا. كلامك صحيح يا فاطمة لكن إن شاء الله باكر من الصبح بنسير أنا وزكريا.
وانا جاهز يا عمي للي تعمر فيه. ها وين جاهز؟ عجب غابة البناية. أنا توقعت إني أحصل حمود في الموقع هذا، لكن للأسف ما موجود، يعني ظاهر إنه ما جاء. أحسن. تفضل يا إخواني، أقدر أساعدكم بشيء؟ تساعدنا بشيء؟ بعد ترية بحالة والله عليك. أنت إذا تبغى شيء ولا شيء إحنا حاضرين جاهزين، تبغى شقة، تبغى تشتري، تفضل أنت إيش تبغى يعني؟ عفواً، من أنتم؟ أنا زكريا وهذا عمي صالح، إحنا شركاء في هذه البناية. نقدر نخدمك بشيء؟ باغي شقة للإيجار ولا حاجة؟ قصده إني أنا شريك في هالبناية. عجب، أنا من أكون إذا أنت شركاء في البناية؟ والله ما هذه سالفة. أنت جاي تسألنا أنت من تكون؟ كيف نعرف أنت من تكون؟ أنا صاحب هذه البناية وأنا المقاول بعد. أنتم كلكم نصابين ولا مجانين؟ إيش هذا الكلام اللي تقول أنت؟ كيف تجانين ونصابين؟ وحمود ما هو صاحب البناية وهو المقاول؟ قصدك حمود اللي يدعي انه عنده مكتب عقاري؟ اكيد ضحك عليكم مثل ما ضحك على غيركم. ضحك علينا ويدعي؟ ليش هذا الكلام اللي تقول؟ الله يهديك. هذا واحد نصاب شركته وهمية، ومن يومين بس ألقوا القبض عليه، والحين هو بالسجن. بس غريبة انكم تقولوا شركاء وما عندكم علم بالسالفة. أنا كنت حاسس إنه كذاك. سبحان الله، الحمد لله ارتحنا منه. إيش تقول؟ وهذا الصق؟ هذا الصق ما ينفع. مثل هذه الحالات لازم يكون عندك ملكية مسجلة بالعقار. غابت فلوسك يا صالح، غابت فلوسك. الحمد لله، هذا واحد افتكينا منه، لكن من بيت حمي لا يتفق. ها، ايش صار معك؟ ايش قانونك في المركز؟ عمتي، انتي خلي المركز الحين، في شيء في المطبخ، انا مشتهي اكل المطبخ بالكامل. عادي، حتى لو ما في اكل زين للرشاقة. ها صالح، قل لي ايش صاير معك؟ خلاص ابوي كل شيء راح. حمود هاي ضحك على الناس، وفي واحد ثاني ضحك على حمود، يقول انه مستثمر وشريك معه. اخذ الفلوس وسافر. فاطمة، أنا ما ناقصني إنك أنت، بس هذا اللي يتبعك ويسمع كلامك. حمود وحمود، حمود والحمود. الحمد لله إن ما وافقنا على زواجه من نادية. صدق زكريا، كلامه طلع صحيح. أنا لو بس أعرف هذا اللي اسمه زكريو ليش فرحان؟ حاسة إنه هو يتشمت فينا. كلها منك.
40,000 ريال؟ الله لا يكسر ان شاء الله. امين يا رب العالمين. نعم، من؟ من زكريا. نعم 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 أستاذ زكريا، أهلا أهلا. وينك؟ أنتظر اتصالك من مدة. تمام تمام. شوف المكان ما يتوه ترى. مدير مجموعة شركات، هو هذا اللي بيوصلني فوق. ايش عليك ابوي؟ ايش عليك؟ تراك ما خسران ذاك المبلغ، متكشخ وطالع برا وعلى بالك بال. عمي عندي اجتماع مع رجل اعمال مهم، عنده شركه كبيره. شويه شويه عن حد حسدك يا زكريا، ولد ابو زكريا. زكريا تراني اعرف سوالفك. اشوف المره ما شال كيس الملابس بيدك. يعني كل هالايام تبيع كتب. عمي هذاك زمان ولا وراح. الحين ما علي، انا بروح عندي اجتماع، واذا حصلت وقت بجتمع معك. لا 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 ابوي، ما في، يبارد حالك. غيب غيب عن وجهي، غيب. مع السلامة. قلت لك ذاك سوى حمود. كنت شاك انه نصاب. على العموم نرجع لمحور حديثنا. طبعا انا تعرف ان عندي شركات كثيره من غير شركات الوالد، وانا حبيت افتح فرع جديد، وقلت ان ذا الفرع محتاج شخص عارف السوق، ولذلك قررت انك تدير هذا الفرع. ايش رايك؟ مدير شركه؟ افا عليك، بتشوف زكريا مو بيسوي لك الشركه فوق، اطلعها فوق. وبالنسبة للراتب ما يكون لك فكر. مبدئيا أنا راح أعطيك 1,000 ريال بالشهر وسيارة. ها إيش تقول؟ شكلك ما عاجب منك المبلغ. إيش رأيك؟ أنا راح أعطيك 1,200 ريال. ما أريد أحس أنك طماع. 1,200 ريال؟ أيوة 1,200 ريال. إيش صاير لك؟ لا ما صاير. موافق موافق موافق. إذن على بركة الله. على بركة الله. با هين زكريا؟ ما أشوفه. والله يا بنتي هذا الولد محير، ما أعرف إيش فيه. تصرفات هذه الأيام ما عجبتني أبدا. هذا هو الولد. عليه العوض ومنه العوض. هذا الولد جه تخبط. غريبة. أخيرا لحظة حقلك يا زكريا. 1,200 ريال راتب بالشهر والسيارة. صحيح أنا ما عندي رخصة، لكن ما مشكلة، بجيب سايق مدير شركة. يعني بيها وجه. أول شغلة بسويها ببني بيت. ليش بيت؟ خليه في القصر، وبجيب الوالد والوالدة يعيشوا معي. أجيب أصحابي من البلد كلهم يشتغلوا بالشركة، وأكون أنا مدير عليهم، واللي يغلط تراني بأدبه. أنا مصالح إيش بسوي فيه؟ بس بوظفه حارس، وبعطيه راتب 200 ريال بس عشان ما يقدر يجيب خدام العبد، وبتزوج نادي بنت عمي صالح. بس كيف انا زكريا المدير العام اتزوج واحد ابوها حارس؟ خلاص بخليه منسق مالي. الموضوع اللي كلفتك عليه؟ كل الامور طيب ماشي، بس شيء ايش بس؟ هذا
يا بنت الشيم، الشيم هدي عليك شوية. هلا هو فيك لك كل أنا بعدني عم تراني هدي. تأخرت علي؟ أنت الوحيدة إذا تأخرت علي ما أقدر أقول شيء. يلا جيب شاي تتعلم، جيب شاي مالي. يلا خلي هنا، شكرا. يلا أيوة بنت عمي نادية، في شيء بعد؟ أريدك تعامل أبوي بطريقة زينة، ما يصير كذا. مليون مرة قلت لك ما أريد أدخل في المواضيع، فاهمه ولا ما فاهمه؟ فاهمه. إيه تصدقت إني طالب من الشركة؟ اصحى يا دهق. حيا دهق، نايم من المغرب أمس لين الحين بعدك ما صاحي؟ أنا ما أسمح لك تكلمني في الطريقة. أنت موظف عندي فاهم؟ كيف؟ اوه ايش الكشخه هاي على هين انساير؟ هيكون عندك موعد مع مجموعه شركات جايه من الصين. زكريا ايش السالفه؟ من كم يوم اشوفك متغير، تطلع من البيت من الوقت ترجع متاخر، شو السالفه؟ لا ابدا، يعني قلت الواحد يطلع يدور على شغل وهو كاشخ بيحصل على شغل كاشخ. بسم الله الحمد لله شبعت. مع السلامة. مع السلامة. لا 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 لا، هذا الولد وراء سالفة، وسالفة عودة بعد. ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ تحلم بمنصب أو تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الأحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد؟ تحلم بمنصب أو تحلم بمال، ربك كريم قادر يغير الأحوال. فيها الجود بذات تقرب الأمال، بس لا يكون ملاك حلم وخيال وسراب، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. فيها حسن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال، حلم وخيال وسراب، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. مرات تلف وتدور وتلاعبك حواليك، الدنيا دوارة نحلم بأحلام تكون خدام.